الكره الطايره ومحب الكره الطايره في كل مكان، نحييكم من قناه النادي الاهلي لنقل مباراه الكره الطائره بين فريقي النادي الاهلي ونادي بورت دوالا الكاميروني في قبل النهائي للبطوله الافريقيه المقامه بقاعه بن عيسى بن نصر بنادي قليبه التونسي. وننقل لحضراتكم المباراه الهامه والمهمة جدا لفريق النادي الأهلي دور قبل النهائي ومع فريق ميناء دوالا الكاميروني. أمام حضراتكم النادي الأهلي بياخد الصور التذكارية، طبعا تشكيل النادي الأهلي هنقول لحضراتكم عليه، وكل الشكر لكابتن هيثم السعيد وخبراء الكرة الطائرة اللي كانوا موجودين معاه في الاستوديو، كابتن محمد شعراوي وكابتن وائل العايدي، لعبة الأهلي ونجوم الأهلي القدامى، وكل الشكر لقناة النادي الأهلي لنقل هذا اللقاء المتابع مع مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي ودوالا ميناء دوالا الكاميروني في الدور قبل النهائي للكرة الطائرة الأفريقية بصالة عيسى بن نصر من نادي قليبة التونسي بتونس. وهيكون إن شاء الله زي ما حضراتكم، ويحكم هذا اللقاء الحكم زكريا النمس من تونس. هيبقى على ايدك اليمين فريق النادي الاهلي بزي الازرق ان شاء الله، والتشكيل هنقول لحضراتكم حالا عليه، وعلى ايدك اليسار فريق بورتو ميناء بورتو دوالا او بورتو دوالا الكاميروني بزي الازرق الابيض. ادي المذيع الداخلي بنادي على الحكام زكريا النمسي او تونسيا من تونس. سكند ريفري مستر زياد ريدان فروم تونسيا، زياد برضو من الحكم الثاني للمباراة. وادي بروتوكول الحكام، والحكم هيطلع على السلم الحكام هيكون مواجه لينا. برزنتيشن اوف بورت دوالا فروم كاميرون، بورت دوالا هينزل نمبر 4 سيرجي ادولا، نمبر 6 ادوليا، نمبر 9 ياواسي، ابراهيم نمبر 14 حسنة نمبر 14، مستر جان بدري من مستر جان باتري، تشارلز مارتيني المدير الفني ويعاونه جان باتريك، عبد الرحمن حسين. ادي اسماء النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، عبد الرحمن الحسيني، حسام يوسف، حسام يوسف احمد رقم 12، نمبر 11 احمد عبد العال، نمبر 18 او رقم 18 احمد سعيد، وادي احمد سعيد رقم 18 ومحمد رمضان رقم 9. وادي فريق النادي الاهلي امام حضراتكم والتشكيل، وطبعا هو كابتن محمد مصلحي المدير الفني ميدو، طبعا هو عامل تشكيله او توليفه، طبعا مش حاطط الاساسيين عبد الله عبد السلام واحمد صلاح وبقيه اللعيبه، طبعا هو يعني شاف مستوى فرقه بورتو دوالا الكاميروني ومتاكد. وادي المدرب، وادي اسماء النادي في لعيب النادي الاهلي على الشاشه امام حضراتكم، بيعرضها التلفزيون التونسي والقناه التونسيه. وادي صاله عيسى، ادي اسماء فريق نادي ميناء دوالا الكاميروني، الى نوفودي رقم 1 او فرنش بوجول، يانك رقم 2، أموبويا رقم 3، سيرجي رقم 4، إيميجو نوجول رقم 5، كابتن الفريق أودلين رقم 6، الحكم الأول زكريا النمس من تونس. آدي أمام حضراتكم الإرسال مع فريق بورتو دوالا الكاميروني، رقم 4 على الإرسال سيرجي، وآدي إشارة من الحكم، إرسال من أعلى، استقبال من النادي الأهلي، إعداد وضربة خلفية من النادي الأهلي، وهذه أول نقطة سهلة جدا من مركز 3 ونجيب النقطة الأولى للنادي الأهلي. والإرسال مع النادي الأهلي، حسام يوسف رقم 12 معد الفريق على الإرسال، حسام طبعا بديل لعبد الله عبد السلام المعد الأساسي، وهذه إرسال قوي، استقبال وإعداد ومحاولة ونقطة التعادل من فريق دوالا الكاميروني، نقطة التعادل
وعلى الإرسال رقم 9 ياواسي، رقم 9 هيلعب إرسال من أعلى، وادي الاستقبال، وادي ضربة ساحقة، ولكن هنا في وادي محاولة لإعداد وضرب ساحق من مركز 2 من النادي الأهلي، واجيب النقطة الثانية ويتقدم النادي الأهلي 11 على الإرسال. أحمد عبد العال، أحمد عبد العال هيلعب إرسال من أعلى، وطبعا الكابتن محمد مصلح مريح اللعيبة الأساسيين عشان ماتش بكرة مع ترجي إن شاء الله، يعني هنفوز إن شاء الله بإذن الله النهاردة. وأدي نقطة 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 ضايعة من النادي الأهلي والتعادل. نخلي بالنا من التغطية على حائط الصد والتغطية على الضارب، مهم جدا اهو طالع وضارب، لازم نغطي على حائط الصد من عبد الرحمن سعودي رقم 5 طالع، والكره جت في ايده، لازم 2-2. والارسال مع رقم 4 ما زال مستمر، سيرجي على الارسال، ارسال من اعلى، وادي ضربه ساحقه من النادي الاهلي من رقم 16 محمد عبد المحسن اهو، وضارب وطالع، ورقم 15 مع احمد قط، وادي على الرايه على الارسال، رقم 5 عبد الرحمن سعودي، ارسال من اعلى استقبال، وتقدم النادي الاهلي 3-2. نفس اللعبه في نفس المكان، لازم نخلي بالنا يا جماعه من مركز 4، الراجل ده اللي طالع يضرب وضارب اهو، طالع طالع من اعلى نقطه وضارب، وفي حائط صد مشروخ من النادي الاهلي، لازم نخلي بالنا، نضم ايدينا، يبقى في زاويه، نقفل الزاويه، استقبال تاني من النادي الاهلي، محمد رمضان وارسال واعداد خلفي، ومحاوله من احمد قطب، وبيجيب نقطه كده سهله. وادي محمد عصام معوض، هو ومحمد رمضان بيلعبوا في مكان الليبرو اهو، احمد قطب طالع وضارب ومنطقه فاضيه، والتقدم للنادي الاهلي 4-3، والارسال مع احمد قطب، استقبال اعداد هناك في مركز 4 زي ما قلنا، نخلي بالنا منه فعلا المره دي، خلينا بالنا وجبنا واستقبلنا، وادي كوره ملعوبه مره ثانيه، اعداد هناك في مركز 4 من حسام يوسف لاحمد سعيد القناص رقم 18، وبيجيب نقطة 5، ويبدأ الفريق يزيد بقى للنادي الأهلي 5 اهو. هناك إرسال جاي من حسام يوسف لأحمد سعيد في مركز 4، اطبع الإرسال، إرسال من أعلى، استقبال استقبال، و إرسال جاي في تاتش، كورة خرجت بره، تبقى تاتش وتبقى نقطة للنادي الأهلي، والنادي الأهلي 6-3 لميناء ديوالا الكاميروني. هنلعب إرسال من أعلى، لا بنضيع كده، لا نلعب إيزي أحسن من الصاحق يعني، عشان نعدي الكورة. 4 ديوالا الكاميروني، 6 نادي الأهلي، والإرسال مع ميناء ديوالا على الإرسال أهو، رقم 6 أودلين هيلعب إرسال من أعلى، تيجي في الشبكة وتعدي لملعب النادي الأهلي، إعداد خلفي، ضربة ساحقة من النادي الأهلي من مركز 2 أحمد أوب، وبيجيب النقطة رقم 7 أهو أهو، إرسال مع أحمد سعيد رقم 18 و7 4، فارق 3 نقاط للنادي الاهلي مره ثانيه اهو، نخلي بالنا من الكره دي، نلم نلعب نعدي مره ثانيه، وادي ضربه ساحقه نفس اللاعب اهو، نخلي بالنا منه ونقفل عليه البلوكات، رقم 9 ياواسي، والنتيجه في خبطه لاحد لاعبي النادي الاهلي، نشوف الخير ان شاء الله، نتيجة 7-5، الاهلي 7، ميناء ديوالا الكاميروني 5،
ارسال رقم 8 هيلعب الارسال الفريد، بيلعب ارسال من اعلى استقبال من النادي الاهلي واعداد حسام يوسف بيلعب اللعبه الفنيه بتاعه المعدين وبيجيب منها النقطه 8. نفكركم ان تم الغاء اللي هو الوقت المستقطع الفني للمباراه اللي هو النقطه 8 والنقطه 16، ما بقاش فيه الا الاوقات المستقطعه للمدربين، كل مدرب ليه 2 وقت مستقطع، يعني 4 بعد ما كنا 6 في المباراه، لا بقينا 4 اوقات مستقطعه فقط، كل 2 للمدير الفني. محاوله ثانيه من النادي الاهلي، وادي النقطه 9، بدأ الأهلي يتسع الفارق لصالحه. أهو حسام يوسف جاب مرة كرة من أداء فني وتغيير مسار الكرة، ومرة تانية شوت شوطة أهو من مركز 3. رقم 16 عبد المحسن يلعب إرسال قوي، أدي استقبال وأدي محاولة وضربة ساحقة خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، دبل سكور 10 الأهلي 5 ميناء ديوالا. وادي الارسال مع النادي الاهلي، عبد المحسن رقم 16 يلعب من اعلى، ضربه ساحقه ولكن خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي النقطه 11. بدا يتسع الفارق لصالح النادي الاهلي، 6 نقاط لحد دلوقتي امام حضراتكم. وادي طلب المدير الفني تشارلز مارتيني ومعاونه جان باتريك المدير الفني الكاميروني لميناء ديوالا، طلب وقت مستقطع. وادي كل مدير فني بيقول الاخطاء اللي عنده، ادي اهو طبعا هو زعلان في فارق سكور كبير، فرقه زي دي وصلت الى الدور قبل النهائي لازم يكون لها يعني ما هو زعلان عشان الفارق، لكن النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي بعظمته بقدرته الكبيره فرقه كبيره جدا واحسن او الاكثر تتويجا في العالم في الكره الطايره، انديه الكره الطايره، وهنقول لحضراتكم البطولات اللي خدها و الألقاب المحلية والدولية اللي خدها النادي الأهلي. ضربة ساحقة استقبال وإعداد من النادي الأهلي وضربة من أحمد سعيد مرة تانية، ولكن دي وحشة، استقبال وحش، ونقطة لنادي ديوالا. والنقطة السادسة، 6 ديوالا الكاميروني 11 النادي الأهلي. الإرسال مع رقم 4 سيرجي يلعب إرسال من أعلى، وادي نقطة لنادي ميناء ديوالا الكاميروني، والنقطة 7، وعلى الإرسال مازال سيرجي أهو. وادي نقطة لميناء ديوالا تاني، النقطة 8، يا جماعة نخلي بالنا من الكرات دي. كرة جميلة من النادي الأهلي، وادي النقطة للنادي الأهلي على الإرسال حسام يوسف، والنتيجة 12 الأهلي 8 ميناء ديوالا، الفارق قل إلى 4 نقاط. حسام على الإرسال، حسام هيلعب إرسال من أعلى وإرسال يعني زي ما بيقولوا ايس، بيجيب نقطة مباشرة، نقطة 13 للنادي الأهلي، 13 للأهلي، 8 ميناء ديوالا، رقم 9 أهو، ما عرفش يستقبل الكورة. حسام يوسف على الإرسال رقم 12 مرة تانية، برضه استقبال وحش دايما، استقبال الكرة الأولى هو اللي بيؤدي إلى إعداد جيد وضرب جيد.
مرة تانية النادي الأهلي على الإرسال، حسام يوسف. حسام يوسف رقم 12 على الإرسال، هيلعب إرسال من أعلى. وهذه النقطة 14، ويتقدم النادي الأهلي 14-8، 15-8 وفارق 7 نقاط. مباراة سهلة للنادي الأهلي أعتقد، عشان كده كابتن محمد مصلحي دفع باللعيبة ولعب بهذا التشكيل، وطبعا هو مريح عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح، ومريح طبعا محمد عادل، ومريح عبد الحليم عبو. نتيجة 16 الأهلي 8 ميناء دوالة الكاميروني، وما زال على الإرسال الكابتن حسام يوسف معد النادي الأهلي، وعلى الإرسال رقم 12. نتيجة 16 الأهلي 8 ميناء دوالة، اللي لسه جاي أمام شاشات قناة النادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا أكيد هو عايز يحصل على بطولة أفريقيا إن شاء الله بإذن الله. غدا هيكون النهائي في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، ونتمنى كل الأمنيات للنادي الأهلي أن يفوز بهذه البطولة تعويضا عن الدوري وكأس مصر. الإرسال اتنقل إلى دوالة الكاميروني، والنتيجة 9، وعلى الإرسال رقم 9 يواسي، هيلعب إرسال من أعلى. استقبال، إعداد، وأدي ضربة ساحقة من مركز 3 من عبد الرحمن سعودي، بيجيب النقطة رقم 17. الأهلي طبعا في دوري المجموعات فاز في المجموعة، كان في المجموعة الأولى وتصدرها، فاز على الأولمبي الكوليبي اللي هو بيستضيف هذه البطولة 3-0، وفاز على فاب الكاميروني 3-0، وصعد إلى دور ال 16. وده البطولة تقام لأول مرة بنظام دور ال 16، كان الأول أما يكون في 4 مجموعات بتصعد الأول والثاني بيبقى دور الثمانية، ولكن هنا بقى في دور ال 16. الأهلي فاز على جامعة ممادو الأثيوبي و3-0، وصعد لدور الثمانية وغلب الجمارك النيجيري 3-0، وبيلعب النهاردة في الدور قبل النهائي. 10 ميناء دوالة 17 النادي الأهلي، ودي حائط صد، محاولة من ليبرو الفريق محمد معوض لاستقبال الكرة، فعلا نجح، وحائط صد تاني من ميناء دوالة، وادي أحمد قطب بيلعبها ايزي فوق الحائط الصد مرة تانية، بيحضر فريق ميناء دوالة، ولكن كرة بتيجي على حرف الشبكة وبتبقى خارج الملعب، وتبقى نقطة للنادي الأهلي. النقطة 18، يبقى الشوط الأول 18 الأهلي 10 لميناء دوالة الكاميروني. الإرسال مع النادي الأهلي، على الإرسال أحمد عبد العال رقم 11، هيلعب إرسال من أعلى، بيلعب في مركز 4 أحمد. ادي اعداد، محاوله تانية، وادي ضربه ساحقه خلفيه، محاوله من احمد سعيد، ولكن حائط صد وخطا على نادي دوالة الكاميروني، ميناء دوالة الكاميروني، والنقطه رقم 19 للنادي الاهلي. التقدم للنادي الاهلي، عبد الرحمن سعودي على الارسال رقم 5. ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، ودي ضربه من مركز 2، وحائط صد قوي منه ولكن خارج الملعب من احمد سعيد، حائط صد، ونقطه لنادي ميناء دوالة، والنقطه 11 اهو، طالع احمد سعيد وطلع حائط صد، جت في ايد واحده ما قفلش الزاويه كويس، فجاء كره خارج الملعب، وتبقى نقطه لنادي ميناء دوالة الكاميروني. رقم 8 على الارسال الفريد، استقبال من اعلى، وادي محاولة تاني، وادي أحمد سعيد على الضرب الساحق من مركز 4، وتيجي في لاعب وتبقى خارج الملعب، والنقطة 20، ويتقدم النادي الأهلي 20-11. هيطلب تايم أوت المدير الفني تشارلز مارتيني وجان باتريك، في تغيير هيعمله أهو حسام يوسف، ونزل عبد الله عبد السلام، ولكن التغيير جه متأخر، يعني طلب الوقت مستقطع. عبد الله عبد السلام كابتن النادي الاهلي رقم 2، وهيلعب ارسال من اعلى، بيضيع الارسال عبد الله. لا يا عبد الله، انت لاعب دولي،
رقم 6 على الارسال من ميناء بورتو دوالا او ميناء دوالا الكاميروني. اودلين عفوا. وادي ضربه ساحقه من مركز 3 من رقم 16 محمد عبد المحسن، جميله وبيجيب النقطه رقم 21 ويتقدم النادي الاهلي اهو امام حضراتكم. اعتقد المباراه تبقى سهله للنادي الاهلي. طبعا هو بعد هذا اللقاء هيكون مباراه النادي الترجي التونسي اللي هو بطل تونس مع جيجار الرواندي بطل رواندا. احمد سعيد على الارسال رقم 18 خارج الملعب. يا احمد جه قوي شويه معلش. الارسال بينتقل الى ميناء دوالا وتغيير لميناء دوالا الكاميروني اهو رايح على الارسال. اللي نزل رقم 14 بانا رقم 11 سوري بريونو. ادي استقبال من النادي الاهلي. اعداد لعبد الله ومحاوله ونقطه احمد عبد العال بيجيب النقطه 22 للنادي الاهلي 13. وادي احمد صلاح اهو تغيير. احمد صلاح نزل وفي تغيير تاني نزل جاريت سميث اللي هو الامريكي اللي هو محترف رقم 1 ونزل احمد صلاح عايز يديهم يسخنهم شويه اهو. جاريت سميث موجيتا الامريكي المحترف في صفوف النادي الاهلي والارسال مع سميث كده هو لعب الاساسيين او نزلهم في اخر الشوط عشان يديهم احساس بالكوره شويه. استقبال احمد سعيد مره ثانيه. احمد عبد العال بيشوط وبيجيب النقطه رقم 23 ويتقدم النادي الاهلي 23-13. اهو ادي الكوره اهي طالع احمد عبد العال وبلوك مشروخ من نادي ميناء دوالا الكاميروني. والسميث على الارسال تيجي في الشبكه وتعدي. وادي كوره ثانيه مره ثانيه ارسال ولكن استقبال وحش من احمد سعيد تبقى خارج الملعب ونقطه لميناء دوالا 14-13. 9 نقاط فارق للنادي الاهلي. أربعة على الإرسال من نادي ميناء دوالا الكاميروني. سيرجي على الإرسال استقبال إعداد خلفي وبيلعبها كده أحمد سعيد وبيجيب النقطة 24. لاست بوينت آخر نقطة أو كرة الشوط زي ما بيقولوا أهي. طبعا هي نزلت الملعب قبل ما يروح لها سيرجي رقم 4. 24 النادي الاهلي 14 10 نقاط فارق. في وقت مستقطع طلبه المدير الفني الكاميروني ميناء دوالا الكاميروني وقت مستقطع مدته 30. طبعا امام حضراتكم الكابتن فؤاد عبد السلام او الدكتور فؤاد عبد السلام رئيس لجنه المسابقات قاعد على الترابيزه امام حضراتكم. وطبعا في طبعا من ضمن رجال الاتحاد الافريقي هو رئيس لجنه المسابقات ومعاه طبعا الكابتن عبد الحميد وسيمي رئيس لجنه المدربين ونصر شعبان عضو لجنه الحكام الافريقيه وايهاب نادر عضو لجنه الكره الشاطئيه. دول كلهم في الاتحاد الافريقي او مناصب في الاتحاد الافريقي. قلنا ان الاهلي صعد وعرفنا مشواره الاهلي. طبعا احمد صلاح على الارسال العالمي الدولي رقم 4 احسن لاعب في العالم لكن ضيع الارسال. لا يا صلاح ما نضيعش. هو وعبد الله لعب ارسال ضيع. احمد لعب ارسال ضيع. مش عايزين نضيع ارسالات الرجاله. 15 ميناء دوالا 24 للنادي الاهلي. اعتقد ان الكوره دي هتترد وهتبقى اخر كوره باذن الله اهي. وزي ما انا قلت لحضراتكم لسه بقول 25-15 الشوط الاول للنادي الاهلي وراحه ما بين الشوطين الاول والثاني دقيقتين لثلاث دقائق وهيبقى نفس المكان نظرا طبعا هم في تاكيد تعليمات مدينها ان الفريق يلعب في ملعبه لحد نهايه ماتشه
وكل فريق يلعب. ده كان تعليمات اتعملت. وفاصل مع فاصل ونواصل الشوط الثاني. معكم مع الشوط الثاني من مباراة الكرة الطايرة أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، بين النادي الأهلي ونادي ميناء دوالة الكاميروني في دور قبل النهائي في بطولة الأفريقية للأندية الأبطال، والمقامة بصالة قاعة عيسى بن نصر بنادي قليبة التونسي. وأن التقدم للنادي الأهلي في الشوط الأول 25-15، وأدي النادي الأهلي بيزيه الأزرق بيلعب أمام حضراتكم، وإرسال من أعلى من حسام يوسف نفس التشكيلة أعتقد اللي بدأ بيه في الشوط الأولاني بالشوط الثاني. وأدي محاولة مرة ثانية من أحمد عبد العال، وضربة ساحقة وحارس صد كده زوجي من النادي الأهلي، ونقطة لميناء دوالة الكاميروني. وعلى ايدك الشمال ميناء دوالة الكاميروني بطل الكاميرون بزيه الابيض في الازرق والشورت الابيض. وعلى الارسال لاعب ارسال من اعلى استقبال عداد حسام يوسف، وضربه ساحقه من احمد قض تيجي في لاعب وتبقى نقطه التعادل 1-1. ورايح على الارسال احمد عبد العال، وادي الحكم النمسي زكريا النمسي التونسي حكم اللقاء احمد عبد العال امام حضراتكم. ادي الكابتن محمد مصالح ميدو نفس التشكيل اللي بدا بيه، ونزل نزل الثلاثه التانيين عبد الله عبد السلام واحمد صلاح وموبيتا او مارد موبيتا. وادي نقطه لنادي دوالة الكاميروني في خطا كده لازم نخلي بالنا. 2 ميناء دوالة اول مره يتقدم ميناء دوالة، 1 للنادي الاهلي اهي تاتش بلوك جت في البلوك. ارسال مع رقم 8 الفريد رقم 13 سوري ادم، ارسال من اعلى يلعب ارسال هناك في هناك ضرب ساحق من مركز 4 من احمد سعيد، محاوله من ميناء دوالة وحائط صد هيبقى خارج الملعب. والنقطه الثالثه لازم نقفل الزاويه بتاعت حائط الصد يا كابتن. كلاكيت تاني مرة رقم 13 على الإرسال آدم أهو هيلعب الإرسال، ودي نقطة. طبعا الأهلي بطل أفريقيا وأكثر الأندية تتويجا في الكرة الطايرة، وأدي نقطة النقطة الرابعة لازم نخلي بالنا يا رجالة. 4 لميناء دوالة 1 للنادي الأهلي. كلاكيت تالت مرة رقم 13 آدم على الإرسال اهو ضرب ضربه كده قويه جت بعيده عن الليبرو جت عن اللعيبه، ونقطه للنادي ميناء دوالة 4-1 النادي الاهلي. وادي اعداد ضرب ساحق من النادي الاهلي من احمد سعيد، يلا يا رجاله 2-4. طبعا عندنا 2 ليبرو محمد معوض ومحمد رمضان، وادي عبد الرحمن سعودي رقم 5 على الارسال لاعب رقم مركز ثلاثات هيلعب من اعلى عبد الرحمن من اعلى استقبال لنادي ميناء دوالة تيجي في المدافع احمد عبد العال وتبقى خارج الملعب. والنقطه الخامسه اهي جت في ايد احمد عبد العال وخرجت. حسام يوسف بيبص له بيقول له انت حطيت ايدك ليه؟ كانت ممكن تخرج بره، ولكن هو طبعا حط ايده من حرصه ان الكره تنزل ارض الملعب. 6 على الارسال اودلين بيلعب ارسال تكتيكي خلف الشبكه، وادي مره ثانيه اعداد وهناك محاوله من فريق ميناء دوالة عايز طبعا يتقدم ولكن خارج الملعب. والنقطه الثالثه الاهلي اكيد بيلعب مش بقوه وبعزيمه وحماس زي ما يكون في فرقه قويه، لان طبعا اما يكون في فرقه اقل منك في المستوى الفني والمعاري والتكنيك وكل شيء حتى في الالقاب وحتى في اللعيبه بتبقى العمليه مبحبحه شويه. وادي ارسال وادي محاوله ثاني من ميناء دوالة، وادي النقطه السادسه 6-3 بيلعبوا بحماس شويه اهو. بص لعب خلفي وجابها
جت في ايد محمد معوض وخرجت المدافع والليبرو. والنقطة الستة ميناء دوالة خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. النقطة الرابعة، أربعة الأهلي، ستة ميناء دوالة. وعلى إرسال أحمد سعيد، إرسال من أعلى، أحمد سعيد لاعب النادي الأهلي، لاعب مركز أربعة. إرسال أحمد سعيد، استقبال وجات في الشبكة. يا راجل يا راجل، ثالث إرسال يضيع. عبد الله عبد السلام، أحمد صلاح، أحمد سعيد، ضيعوا إرسالات ما ينفعش تضيع. سبعة ميناء دوالة، أربعة النادي الأهلي. وعلى إرسال سيرجي رقم أربعة يلعب إرسال من أعلى. إرسال، استقبال من معوض، إعداد، وأدي ضربة ساحقة من أحمد قط وخارج الملعب. والنقطة الثامنة، دبل سكور يا رجالة، دبل سكور. أكيد محمد مصلح هيطلب وقت مستقطع، وطلب فعلا، لسه بقول لحضراتكم، وطلب وقت مستقطع محمد مصلحي ميدو. والتقدم لنادي بورتو دوالا او ميناء دوالا الكاميروني 8-4 للنادي الاهلي. اهو مصلحي اهو شادد اللعيبه ومن حقه، هنمسك دلوقتي ال 13 اهو سامعين من بره الثلث، خلاص خط وست من بره الثلث رقم 13، رقم 13 اهو اللي بقول لحضرتك عليه ادم، بيقول لك بيضربه بعنف كابتن مصلحي تعليماته. اهو طالع احمد قطب وضارب ولكن خارج الملعب. ونقطه لنا دي النقطه الاخيره بتاعت ميناء دوالا الكاميرون. اربعه سيرج على الارسال، من ارسال من اعلى خارج الملعب، كلها اخطاء ارسال، اخطاء حائط صد، اخطاء ضرب منهم. الارسال مع محمد عبد المحسن رقم 16. عبد المحسن كان لاعب في نادي الزمالك واتنقل للنادي الاهلي الموسم ده، مركز ثلاثة. ارسال من اعلى، وادي ارسال من اعلى، استقبال ومحاولة ضرب من محمد عادل. محمد عادل طبعا نازل مكان الليبرو وبتيجي خارج الملعب. ونقطة للنادي ميناء دوالا، والتسعة ميناء دوالا، خمسة النادي الأهلي، وتسعة على الإرسال رقم تسعة يواسي، هيلعب إرسال من أعلى. تيجي في الشبكة وتبقى خارج الملعب. ونقطة للنادي الأهلي، وحسام يوسف رايح على الإرسال. ستة الأهلي، تسعة لميناء دوالا الكاميروني. أدي بقية الجهاز النادي الأهلي قاعد خلف فرقته. حسام يوسف على ارسال، ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال، اعداد، وادي هو رايح يضرب من مركز اربعه من منطقه الخلفيه، ولكن في حائط صد من النادي الاهلي. والعادل بيجيب النقطه السبعه، سبعه النادي الاهلي، تسعه بورتو دوالا. هم لعبت، هم جهاز النادي الاهلي، بقيت الجهاز. ارسال من اعلى، حسام يوسف معد النادي الاهلي بيلعب ارسال من اعلى، استقبال ومحاوله مره ثانيه وحائط صد من عادل دولا. محمد عادل بيجيب النقطه الثامنه ويقل الفارق الى نقطه واحده. ثمانيه الاهلي، تسعه لميناء دوالا الكاميروني. اهو امام حضراتكم ادي ارسال من اعلى، حسام يوسف، استقبال ومحاوله من رقم 13 اهو اللي طالع ضارب اللي هو قال عليه ادم الكابتن محمد مصلحي، وجاب النقطه العاشره. هم بيقول لي بيضرب جامد، هو قال لهم رقم 13. والارسال مع ميناء دوالا رقم 14 بانا هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، بياخد النفس، بيستعيد، ارسال خارج الملعب، خارج الملعب. والنقطة رقم تسعة للنادي الأهلي وفارق نقطة. وعلى الإرسال
احمد عبد العال 11 هيلعب ارسال من اعلى. يلا يا احمد استقبال اعداد هناك في مركز 2 خلفي ومحاوله مره ثانيه من النادي الاهلي احمد سعيد ولكن حاطط صب رجع الكوره بيحاول عليها احمد قط ولكن بتنزل ملعب النادي الاهلي. مش عايزين استهتار يلا يا رجاله نلعب نلعب على الكوره عفوا اهي واضحه. بص احمد لعبها ما طلعش معاها لا لعبها يعني زي ما يكون بخلفيه. ادي رقم 13 اهو اللي بيقول عليه كابتن محمد مصلحي ادم بيشوط كويس وعلى الارسال هو ادم على الارسال هيلعب ارسال من اعلى ولعب استقبال من النادي الاهلي وادي محاوله لا 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 لازم نطلع على صد يا رجاله ما نسيبوش كده يشوط رقم 8 12 ما يقضي ولا 9 النادي الاهلي هيفضل يسحبوا 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 احنا مش عايزينهم يسحبوا. على الارسال رقم 13 تاني اهو استقبال اعداد من حسام يوسف في مركز 4 لاحمد سعيد العب بقى يا راجل هات النقطه النقطه العشره 10 الاهلي 12 ميناء دوله ورايح على الارسال محمد عادل رقم 10 محمد عادل دوله جاي من نادي سموحه وبقاله ثلاث مواسم الكوره ان حسبها الحكم الاول النمروسي زكريا النمسي والنتيجه 11 الاهلي 12 ميناء دواله وعلى ارسال محمد عادل تاني ارسال من اعلى استقبال ومحاوله من النادي الاهلي وفعلا ادي النقطه 12 ونقطه التعادل 12 الاهلي 12 لميناء دواله ومحمد عادل على الارسال. يلا يا رجاله بقى نخلص وناخد الجيم ده كمان عشان يبقى فاضل جيم واحد ونخلص المباراه ونصعد الى النهائي ان شاء الله. استقبال اعداد وضربه ساحقه اهو من رقم 13 تاني بيضرب من مركز 4 وبياخد النقطه 13 اهو طالع 13 اهو ضارب ده اللي كان بيقول عليه كابتن مصلحي وراقة المستقطع اللي خده 13 ميناء دوالة 12 النادي الاهلي استقبال اعداد ودي مضاربة احمد سعيد ضربة ساحقة ونقطة التعادل. يلا بقى نتقدم وناخد بنفرق في النقاط عشان نفوز بهذا الشوط. اهو حسام يوسف بيعد بالورقة والقلم زي ما بيقولوا او بالمسطرة او بالمقاس وبيشوط احمد سعيد وبيجيب النقطة 13 نقطة التعادل. احمد قطع على الارسال هيلعب ارسال من اعلى استقبال قوي اعداد ضربة ساحقة من مركز محمد عبد المحسن مركز 3 صد لا تصد ولا ترد من مركز 3 وبيجيب النقطة 14 ويتقدم النادي الاهلي 14 ميناء دوالة 13 وعلى الارسال احمد قطب رقم 15 هيلعب ارسال قوي اهو ارسال قوي فعلا نفس الارسال والسيناريو ضربة ساحقة وبيلعبها كده عاوز يلعبها خلف حارس الصد ولكن محمد عبد المحسن استقبلها ولكن خطا من المدافع او عدم التغطيه على حارس الصد من محمد عصام معوض اهو بيعتذر لهم بيقول لهم معلش اهو اهو بص عصام معوض كانت المفروض هو كان يرجع او كانت هي مكانه فهو كان متقدم شويه محمد عبد المحسن بيقول له ارجع مكانك بسرعه ضربة ساحقة من أحمد سعيد والنقطة رقم 14 ونقطة التعادل. يلا يا رجالة يلا أحمد سعيد على الإرسال رقم 18 أهو حسام يوسف شاط ضارب وضارب أحمد سعيد من مركز 4 وأدي النقطة إيه؟ لا تصد ولا ترد. استقبال إعداد هناك كده في مركز 3 من رقم 13 أهو ولاعب وضارب ولكن الكرة خارج الملعب ونقطة التقدم للنادي الأهلي 15 الأهلي بص لعيبة الأهلي مش عايزين كلام عايزين نلعب عايزين لعب عايزين ضرب عايزين إرسالات قوية وأدي وقت مستقطع طلبه نادي ميناء أو المدير الفني لنادي ميناء دوالة الكاميروني بعد تقدم النادي الأهلي في النقطة 16 15 والأهلي طبعا إن شاء الله
يوصل النهائي باذن الله ويفوز بافريقيا باذن الله، لانه الاكثر تتويجا بالالقاب القاريه، خد 20 لقب منها 14 لابطال الدوري الافريقي وست ابطال الكؤوس. بعديه بيجي سيسكا الروسي ب 16 لقب. الاهلي خد 32 دوري وخد 20 كاس، والبطوله البطولات الدوليه طبعا دي البطولات المحليه 32 دوري و20 كاس. وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني باتريس جان باتريك، المدير الفني لفريق نادي ميناء دولة، وادي احمد سعيد على الارسال. 16 النادي الاهلي، 14 فريق نقطتين، وادي النقطه ومحاوله من النادي ميناء دولة وبياخد نقطه، النقطه 15، ضرب ساحق من مركز اربعه ومحاولات دفاع اهي اهي امام حضراتكم اهو، جت في ايد معوض محمد معوض محمد عصام معوض ابن الكابتن عصام معوض لاعب النادي الاهلي وماسك الكره الشاطئيه باتحاد الكره الطايره او مسؤول الكره الشاطئيه. وادي حائط صد، وادي محاوله من نادي ميناء دولة للدفاع، ولكن نقطه للنادي الاهلي. 17 النادي الاهلي، 15، وادي ضربه ساحقه من احمد قض رقم 15 من مركز 2 وبيجيب النقطة رقم 17. فارق نقطتين للنادي الأهلي، كابتن محمد مصلحي بيفكر هيعمل تغيير أهو. محاولة مرة ثانية وإعداد من النادي الأهلي وبيلعب الكرة كده حسام يوسف وبيجيب النقطة رقم 18. فارق الأهلي 3 نقاط أهو. 18 الأهلي، 15 من نادي ولا. ما هيعمل تغيير الكابتن مصلحي، نفس التغييرات اللي عملها في الشوط الاولاني اعتقد، هينزل احمد صلاح وهينزل عبد الله. محمد عبد المحسن على الارسال. 18 الاهلي، 15 من نادي ولا. ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، وادي ضربه ساحقه من مركز 3 ودفاع من النادي الاهلي. محاوله مره ثانيه من النادي الاهلي اهو. 11 احمد عبد العال وبيجيب النقطه 18 19 وفارق 4 نقاط. بدا يزداد الفارق لصالح النادي الاهلي بعد ما خد النقطه 15 14. وادي الارسال مع النادي الاهلي، محمد عبد المحسن رقم 16، ارسال من اعلى بيجي في الشبكه يا محمد. رابع ارسال يضيع، احمد صلاح، عبد الله عبد السلام، احمد سعيد، محمد عبد المحسن، مش قاعدين نضيع ارسالات يا جماعه، ما نستهترش. ارسال مع نادي ميناء دولة، ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، اعداد حسام يوسف هناك في مركز 3 وبيلعب احمد سعيد كده وبيشوط وبيجيب النقطه رقم 20. 20 النادي الاهلي، 16 ميناء دولة، والارسال حسام يوسف معد الفريق. حسام هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، ارسال، استقبال، اعداد، وادي ضربه ساحقه ومحاوله من محمد رمضان وبيدافع عن الملعب بسرعه. يا محمد فضي مكانك عشان نقدر يشوط على الشبكه. والنقطه 21 النادي الاهلي، حسام يوسف كلاكيت تاني مره، يلا يا رجاله احسن اهي، جت في حائط الصد وخارج الملعب. وقت مستقطع لنادي ميناء بورتو دولا او نادي ميناء دولا الكاميروني. طبعا الصالة بدأت تكتمل او بدأ الجماهير. فاصل ونعود. ادي المدير الفني باتريك جان باتريك بيحاول يقول لهم الاخطاء. قلنا للنادي الاهلي الالقاب المحلية والدولية، ملك الالقاب او يعني قاعد على العرش بتاع الكرة الطايرة بين الاندية الدولية. الاهلي بنقول ان هو فاز ببطوله المراحل السنيه 14 سنه و 18 سنه في منطقه القاهره، وفاز ببطوله الجمهوريه في 15 و 17 وخد مركز ثاني في 19 سنه. طبعا بيدرب النادي الاهلي في دول 15 سنه كابتن نشأة طلعت، 17 سنه كابتن نادر نبيل، و 19 سنه كابتن حسام شعراوي الصحب. كل التوفيق للنادي الاهلي للسيدات، ان شاء الله هيسافر يوم الخميس القادم الى تونس برضه هيلعب في البطوله الافريقيه ان شاء الله في نادي قليبه التونسي اللي بيستضيف هذه البطوله. النقطه 16 لميناء دولة،
نقطة 17 ميناء ديوالا الكاميروني، والإرسال مع بطل الكاميرون أمام حضراتكم. رقم 4 سيرجي أو رقم 14 بانا بيلعب إرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي، وأدي ضربة صحيحة من أحمد قط. محاولة تاني وعايزين يعيدوا اللعب أو يعيدوا التعادل، لكن صعبة طبعا. وأدي النقطة 22 وفارق 5 نقاط لصالح النادي الأهلي. 22 النادي الأهلي، 17 ميناء ديوالا الكاميروني. وأعتقد إنها مباراة سهلة زي ما إحنا قلنا في الأول، وزي ما قالوا كابتن هيثم السعيد وضيوفي الكرام كابتن محمد شعراوي وكابتن وائل العايدي. الاثنين يعني قالوا في فارق في التاريخ، في فارق في الإعداد، في فارق في المهارات، في فارق في اللعيبة، في فارق في كل حاجة. الأهلي البطل أفريقيا، ميناء ديوالا طبعا لأول مرة يلعب النادي الأهلي في قبل النهائي مع فرقة ميناء ديوالا. إرسال من النادي الأهلي، محمد عادل هيلعب إرسال من أعلى استقبال إعداد، وأدي ضربة ساحقة والنقطة رقم 17. نقطة 17 لنادي ميناء ديوالا. طبعا فريق سيدات النادي الأهلي كسب الدوري والكاس، وتمنياتنا التوفيق لكابتن حمدي الصافي ومعاونه ياسر صلاح وأيمن فؤاد عبد السلام في البطولة الأفريقية إن شاء الله. هيسافروا يوم الخميس، هم معاهم 20 لاعبة، وهيتم تصفيتهم إن شاء الله يوم الثلاث إلى 14 لاعبة. وكل الأمنيات والتوفيق لكابتن حمدي الصافي وفريق النادي الأهلي لكرة الطائرة للسيدات. 23 النادي الأهلي، 18 ميناء ديوالا. أهو أمام حضراتكم الكرة الأخيرة، أحمد قط مركز 4 وطالع من مركز 2 وضارب، صد مشروخ من ميناء ديوالا والنقطة 23. وأدي ضربة ساحقة تيجي في الشبكة تبقى خطأ على النادي الأهلي. أحمد سعيد وضحك عليها أهو أمام حضراتكم هو ومحمد عبد المحسن. أهم طالعين اتلخفنوا هما الاثنين، بص طلعوا والكرة بعد ما صدت في الشبكة نزلت وراه، فطبعا هي نقطة على النادي الأهلي. رقم 7 على الإرسال باسيلي من ميناء ديوالا، 19-23. كل التوفيق للنادي الأهلي في بطولاته الأفريقية لكرة الطائرة، وبنبارك نادي فريق كرة القدم النادي الأهلي بعد صعوده إلى النهائي إن شاء الله. أدي إرساله باسيلي رقم 7 هيلعب إرسال من أعلى استقبال خارج الملعب، خارج الملعب والنقطة 24. لاست بوينت أو آخر نقطة أو نقرة الشوط 24. ماشي يا حبيبي. 24-19 النادي الأهلي، 24-19 لميناء ديوالا. أحمد قطب على الإرسال هيلعب إرسال من أعلى وادي استقبال وخارج الملعب والنقطة 25، وينتهي الشوط الثاني لصالح النادي الأهلي 25-19. وفاصل ونعود إلى الشوط الثالث إن شاء الله. زي ما جمهور الأهلي حافظ تاريخه، بطولاته، لعبته بالأسماء، بنك سعيد من سنين وهو في ظهر نادي الأهلي مجهود وعطاء. بنك سعيد دايما معاك، دايما أهلي. دايما كنت بلعب كل ماتش كأنه أول ماتش. الكرة دي بالنسبة لي مش لعبة، دي أول حب بعد لميس طبعا. أنا فاكر ليلة أول يوم اختبارات في الأهلي، ما نمتش، ولا أول يوم مع الفريق الأول، أول يوم احتراف في بلد جديدة، وأول بطولة رفعت كاس، ولا أول مرة ألبس شرط الكابتن. حلاوة أول مرة عمرها ما تتنسي، زي أول مرة أكل رو بطاطس مقرمشة بجد وطعمها ما يتنسيش. رو كل مرة زي أول مرة. رو أول بطاطس كاتل كوكت في مصر، الطبيعي تاكله. فاضي، مليان، بتحرق، عطلان، على البحر، على البر، عيان، بعد الشر، فرح، فعزة، تشربها مركزة، فوق السرير، تحت السرير، بديكير مانيكير، بالليل، بالنهار، بتدور على فار، بتسمكر، بزنجر، عزمها، بتبزر، بتدندن، بتلون، الباي لسه بيتحول، في المطبخ، منور، قطع، الله ينور. بنك
فقيب في أي وقت في أي مكان وتحت أي ظرف مش هيسيبك. نزل الابليكيشن دلوقتي من على أب ستور أو جوجل بلاي أو أب جاليري. سقيب موبايل بانكينج معك في كل مكان. للوصول إلى جماهير الأهلي، جمهور الأهلي وراك. للإعلان اتصل على 15-34 إيميل @sales@live-eg.net. حافظ تاريخه، بطولاته، لعبته بالأسماء. بنك سيب من سنين وهو في ظهر نادي الأهلي، مجهود وعطاء. بنك سيب دايما معاك، دايما أهلي. ماشي، مع الشوط الثالث من مباراة الكرة الطائرة في البطولة، في الدور قبل النهائي بالبطولة الأفريقية لكرة الطائرة المقامة بصالة عيسى بن نصر بنادي قليبة التونسي بتونس، وتقدم النادي الأهلي شوطين 25-15 25-19 وأمام ميناء دوالة الكاميروني، والإرسال مع ميناء دوالة الكاميروني. والنادي الأهلي اللي لسه جاي أمام شاشة قناة النادي الأهلي على إيدك اليمين بزيه الأزرق، والنادي ميناء دوالة بالأزرق الأبيض المتداخل في الأبيض. وادي الإرسال مع نادي ميناء دوالة، والتقدم شوطين للنادي الأهلي، استقبال النادي الأهلي، إعداد ومحاولة، وادي ضربة ساحقة من رقم 14 من بانا، وبيجيب النقطة الأولى لميناء دوالة. الشوط اللي فات برضه فضل ميناء دوالة يتقدم لحد نقطة 14، وفي النقطة 14 تعادل النادي الأهلي وقدر يفرق لصالح النادي الأهلي الشوط الثاني 25-19. وادي ضربة ساحقة بذراع أحمد صلاح. هنقول تشكيل النادي الأهلي بقى الموجود أهو. بص، هو نزل بقى العتاولة بتوعنا، أحمد صلاح، عبد الله عبد السلام، طبعا معاه أحمد سعيد ومحمد عادل في مركز ثلاثة، ومعانا احمد عبد العال واحمد سعيد اهو. دي ضربه ارسال من عبد الله عبد السلام، والتعادل 1-1 مره ثانيه، ومحاوله فوق الارسال، بيطلع محمد رمضان بيجري مره ثانيه، ضربه ساحقه من احمد عبد العال وبيجيب النقطه رقم 2. يلا يا رجاله بقى، هو طبعا نزل الثنائي عبد الله عبد السلام واحمد صلاح، كانوا ما بيلعبوش في الشوط اللي فات، بس نزل في اخر الشوط برضو نفس الشوط الاولاني نفس السيناريو. كابتن محمد بيجهزهم لمباراه نادي الترجي باكر ان شاء الله باذن الله. هو الترجي ان شاء الله يعني يفوز على جيجار الرواندي حسب خبرته، احنا بنقول حسب توقعات، ولكن الكلام مش هيكون حقيقه لما نشوف امامنا ان الترجي فاز على جيجار الرواندي. وادي ارسال ضايع من النادي الاهلي، ونقطه لنادي ميناء دوالة، نقطه رقم 2. 2 ميناء دوالة، 3 النادي الاهلي. مع الارسال رقم 7 باسيني، هيلعب ارسال من اعلى صاله قاعد او صاله عيسى بن نصر لنادي قليبه التونسي بتونس. وادي النقطه الرابعه للنادي الاهلي، 4 الاهلي. قلنا تشكيل النادي الاهلي امام حضراتكم، ادي محمد عادل رقم 10 دولة اهو، ادي طالع عبد الله بيلعب كوره واعداد 10-10 وبيضرب احمد سعيد، وادي النقطه رقم 4، 4 الاهلي، 2 ميناء دوالة، محاوله من ميناء دوالة الى تحسين الاوضاع، وبيجيب النقطه الثالثه اهو، ضارب من مركز رقم 13 اللي قال عليه الكابتن محمد مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي، وقال خلي بالكم بيضرب جامد. 14 على الارسال، بانا على الارسال، باين هيلعب ارسال بانا رقم 14. 3 من دوالة، 4 النادي الاهلي. وادي مره ثانيه من عادل بيضرب وحقق الصد، ولكن بتيجي في حد من لعيبه النادي الاهلي، والتعادل 4-4. النقطه الاخيره اهو، طالع وضارب عادل، ولكن جت في
محمد معوض وهي خارجة ونقطة لماء دوالة والتعادل 4-4. عبد الله عبد السلام بيرفع لأحمد صلاح في مركز اثنين وبيشوط وبيلعب وبيجيب النقطة الخامسة، خامسة النادي الأهلي. ميناء دوالة 4 أهو طالع أحمد صلاح وضارب ومالي الكرة بكلوة إيده وبيجيب منها النقطة الخامسة. على إرسال محمد عادل رقم 10 مركز 3 في النادي الأهلي. أهو محمد عادل بيلعب إرسال من أعلى قوي، استقبال ومحاولة من رقم 13 تاني، نخلي بالنا منه يا جماعة. آدم بيجيب وبيطلع وبيضرب وبيجيب نقطة على طول، مفيش في الكلام. 5-5 التعادل ورايع الإرسال آدم أهو. ادي ارسال ضايع من النادي ميناء دوالا والنقطة الستة للنادي الاهلي ورايح احمد صلاح على الارسال. يلا يا ابو صلاح مش عايزين نضيع. احمد صلاح 6 الاهلي 5 ميناء دوالا. لا يا احمد لا يا احمد مش عايزين نضيع يا احمد، معلش معلش. التعادل 6-6 وعلى الإرسال رقم 9 من ميناء ديوالا. يا لوسي يا 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 واسي يا واسي يا واسي يلعب إرسال عفوا استقبال ومحاولة من عبد الحليم عيب أهو اللي بيلعب رقم 3 قلنا لحضراتكم بيلعب في مركز ثلاثات برضو. أهو طالع وضارب وجايب نقطة، النقطة السابعة للنادي الأهلي. إرسال كده قوي خارج الملعب يا راجل يا راجل خارج الملعب. 7-7 على الإرسال رقم 8 ألفريد هيلعب إرسال من أعلى. ألفريد وبيلعب إرسال كده خلف الشبكة إعداد، وأدي أحمد عبد العال طالع حائط صد خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي. النقطة الثامنة 8-7 والإرسال مرة تانية عبد الحليم عبو على الإرسال رقم 3 أهو. ده أول مرة يلعب عبد الحليم هذا اللقاء. وأدي ضربة ساحقة يا راجل يا راجل نخلي بالنا. 8-8 ماشيين معانا نقطة نقطة الجماعة دول. واهي اهي رقم 13 اللي قلنا عليه برضو احسن لاعب ضارب في نادي ميناء دوالا هو اللي بيجيب لهم كل النقط. وادي عبد الله واحمد صلاح. لا يا احمد لا يا احمد فور باس. اهو طالع وضارب استقبال وحش كده من النادي الاهلي مره تانية ومحاوله وبيلعبها احمد عبد العال فوق حائط الصد والنقطه التاسعه. 9 الاهلي 9 ميناء دوالا. يلا يا رجاله. عبد الله عبد السلام على الارسال اهو طالع اهي نقطه التعادل. عبد الله بياخد نفس من احسن معدين في افريقيا وفي العالم. استقبال باسيلي رقم 7 واعداد ومحاوله مره تانية هتصد من النادي الاهلي من دوله واحمد سعيد وبيجيب نقطه محمد عادل واحمد عبد العال نقطه التقدم. يلا يا رجاله بقى نفرق كده 10-9 كفايه عليهم كده. اهو هتصد من عادل واحمد عيد واحمد عبد العال. عبد الله عبد السلام كابتن النادي الاهلي استقبال اعداد ومحاوله مره ثانيه اهو. دفاع عن الملعب من محمد رمضان احمد صلاح مره ثانيه. ميناء دوالا بيحاول وعاوز وبيلعب الكوره كده صوابع احمد صلاح طالع وضربه ساحقه خارج الملعب يا احمد خارج الملعب ونقطه لميناء دوالا. 10 ميناء دوالا 10 النادي الاهلي اهو بص خارج الملعب خارج الملعب. ارسال مع ميناء دوالا
رقم 7 باسيلي على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى، ارسال قوي خارج الملعب. ارسال من النادي الاهلي 11 الاهلي 10 لميناء دوالا. ارسال استقبال من ميناء دوالا، وادي محاوله وادي نقطه رقم 13 يا جماعه، قلنا الراجل ده ما بيرحمش. 11 11 والارسال مع نادي ميناء دوالا. ارسال من اعلى استقبال محمد معوض، اعداد عبد الله عبد السلام واحمد سعيد، وبيجيب النقطه رقم 12 ويتقدم النادي الاهلي 12 الاهلي 11 ميناء دوالا. اهو عبد الحليم عبو نازل مكان الليبرو. احمد صلاح امام حضراتكم واحمد سعيد اهم المنطقة الهجومية، وعد عبد الحليم عبو مظلمين الشبكة. إرسال مع النادي الأهلي، استقبال إعداد خلفي وضربة ساحقة رقم 13 محمد عادل ما عملش فيها حاجة. نقطة للنادي ميناء دوالا والتعادل 12 12. على الإرسال رقم 13 هو آدم. خارج الملعب والنقطة 13 للنادي الأهلي. قلنا النادي الأهلي طبعا الأكثر تتويجا في العالم ببطولات الكرة الطايرة في الألقاب القارية، جاب 20 لقب وقلنا منهم 14 أبطال دوري أفريقيا وستة أبطال كؤوس وستة بطولة عربية، يعني 26 لقب. هذه نقطة التعادل 13 13 اهو اهو طالع، ومحاوله من احمد صلاح. احمد صلاح مش في الفورمه، كانت في ايده وخرجت خارج الملعب، وتبقى نقطه لنادي ميناء دوالا الكاميرون. 9 على الارسال، يا لوس يا ساوي يا واسي على الارسال رقم 9 اهو. استقبال اعداد محمد عبد الله، وادي ضربه ساحقه احمد صلاح، ولكن في دفاع عن الملعب من نادي خطا كورتين، حكم زكريا النمس الحكم التونسي بيشاور على الكوره، ونقطه لنادي الاهلي 14 الاهلي 13 ميناء دوالا. الاهلي زي ما هو بطل بره بطل جوه في المراحل السنيه، خد بطوله 14 سنه وبطوله 18 سنه في البنات، وطبعا بيقود هذا الجهاز البنات كابتن تهاني طوسن، وبيقود جهاز الولاد في الناشئين كابتن احمد زكريا بقياده الاثنين كدكتور حمدي وجيه حمدي رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي والناشئات. وقلنا قبل كده ان الاهلي خد بطوله 15 سنه و17 سنه وثاني في 19 سنه، وادي النقطه 14 والتعادل 14 14 وفي خطا على نادي ميناء دوالا والنقطه 15. الإرسال مع النادي الأهلي، عبد الحليم عبو رايح على الإرسال رقم 3 أهو، هذه آخر نقطة أحمد عبد العال، تيجي في لاعب وتبقى خارج الملعب. عفوا عبد الحليم عبو، إرسال من أعلى استقبال وضربة ساحقة من مركز 4، حائط صد قوي والنقطة للنادي الأهلي نقطة، وحائط صد زوجي محمد عادل أهو طالع أهو، محمد عادل واحمد عبد العال هم طالعين، ولكن هي جت في الشبكه وحاول عليها لاعب رقم 1 فرانش جول الى ويحاول، ولكن نقطه 16 للنادي الاهلي 16 الاهلي 14 ميناء دوالا الكاميروني في الدور قبل النهائي، وخطا على النادي الاهلي ونقطه 15 لميناء دوالا اهو طالع، وفي خطا جت في حائط الصد وخارج الملعب، مفيش تغطيه على حائط الصد. 4 الارسال سيرجي خارج الملعب، والنتيجة 17 النادي الاهلي عفوا
15 نادي ميناء ديوالا الكاميروني، وعبد الله عبد السلام على الارسال. 17 الاهلي فريق نقطتين، 15 من ميناء ديوالا. وادي نقطة للنادي الاهلي، نقطة 18. الاهلي وقت مستقطع طلبه المدير الفني باتريك، جان باتريك المدير الفني ميناء ديوالا. والنقطة 18 الاهلي، 15 دي فريق ميناء ديوالا. اهي اخر كرة عبد الله عبد السلام وخارج الملعب. اوكي غاردون سا غاردون سا ريغاردي سا سان سكور دو فولي. حوار اهو كده ما بين الكابتن فؤاد عبد السلام طبعا على مر العصور مسك مدربين كتير النادي الاهلي، الكابتن محمد مصلحي من 2016 حتى وقتنا هذا، وطبعا هو عمال بيحصد بطولات الا السنه دي ما خدش الدوري والكاس، فطبعا لازم يعني كل حصان وله كبوه. 18 الاهلي 15 ميناء ديوالا، وعبد الله عبد السلام بيلعب ارسال فوق ومحاوله من ميناء ديوالا وبيعدي الكره، بيطلع محمد رمضان وبيلعب الكره محمد عادل دوله وبيجيب النقطه 18 19. تاتش بلوك على نادي ميناء ديوالا. كان قبليه كابتن احمد زكريا ماسك من 2015 لحد 2016، في تغيير اهي بتتم للنادي الاهلي وقال له الله حضراتكم عليها. اهو خارج احمد عبد العال ونزل رقم 8 من النادي الاهلي عبد الرحمن الحسيني. طبعا هو عايز يدرب كل اللعيبه عشان يبقوا جاهزين لمباراه غدا ان شاء الله، المباراه الحماسيه والمثيره والممتعه هننقلها لحضراتكم ان شاء الله الساعه 6 باذن الله غدا بتوقيت القاهره الساعه 6 مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي لو فاز على فريق جيجار الرواندي بطل رواندا في الدور قبل النهائي بعد هذا اللقاء مباشره ان شاء الله. 16 من نادي ولا 19 النادي الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال، اعداد عبد الله عبد السلام ومحاوله كده لاحمد سعيد بيعدي الكره، صوابع بيهدي الملعب، يعدي مره ثانيه محمد معوض حسام، وادي ضربه ساحقه من اللي لسه نازل رقم 8 عبد الرحمن الحسيني، ده اخو محمد الحسيني لاعب النادي الاهلي، عائلات رياضيه موجوده في الكره الطايره من النادي الاهلي. محمد عبد الرحمن الحسيني رقم 8 على الارسال 20 النادي الاهلي، 16 من نادي ولا، ما نضيعش يا محمد يعني انت لسه نازل هدي اللعب شويه. درب النادي الاهلي بالكابتن ابراهيم فخر الدين من 2009 ل 2015 قبل الكابتن احمد زكريا، كابتن نور عطيه من 2005 ل 2009، دكتور فؤاد عبد السلام من 2001 لحد 2004، كابتن ابراهيم فخر الدين تاني من 95 ل 2001. وادي النقطه 21 للنادي الاهلي احمد صلاح. درب دكتور توفيق شهاب من 93 ل 95، ثم قبليه فؤاد عبد السلام من 93 ل 85، قبليه هشام بدراوي من 84 ل 85، ابراهيم فخر الدين 81 ل 84، توفيق شهاب من 80 ل 81. ده بعض مدربي الكره الطايره للنادي الاهلي. وادي نقطه للنادي الاهلي، النقطه 22، دبل كره دبل 22 نادي الاهلي. ميناء ديوالا 17 ومحمد عادل على الارسال، محمد عادل هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن بيلعبه، استقبال اعداد، وادي ضربه ساحقه وحق صد من النادي الاهلي، وادي نقطه لميناء ديوالا النقطه 18، وفاي اربع نقاط لصالح النادي الاهلي. وعلى الارسال رقم 13 احسن لاعب ادم اللي بيضرب من كل مكان وفي كل مكان متواجد، ادم على الارسال. النادي الاهلي الفريق الوحيد اللي حقق اربع القاب في موسم واحد، الدوري والكاس والسوبر وافريقيا. نقطه للنادي الاهلي، النقطه 23، وقربنا بقى على انتهاء الشوط الثالث والمباراه، واحمد صلاح رايح على الارسال. 23 الاهلي، ميناء ديوالا 18. الفريق الوحيد اللي فاز بكأس الكؤوس الأفريقية وكأس الأبطال في نفس الموسم.
عام 82 وكاس بالبطوله الافرو اوروبيه اللي كانت في هولندا، كان بيلعب فيها انديه من الاهلي، النادي الاهلي ونادي وانديه من هولندا ومن فرنسا، اقيمت في هولندا والاهلي فاز بيها البطوله الافرو اوروبيه. 19 ميناء دولا، 23 النادي الاهلي. يلا يا رجاله نقطتين ونخلص الشوط والمباراه. استقبال، محاولة مرة ثانية. 24 النادي الأهلي، 19 ونقطة وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء أو نقطة الشوط أو كرة المقابلة أهي. وقت مستقطع طلبه. وقت مستقطع. بقى خلاص تم تعديل بقى الاوقات المستقطعه للتشوق والاستمتاع بالكره الطايره او لسرعه الكرات. قلنا ان النادي الاهلي حقق 56 فوز على التوالي دون هزيمه خلال الفتره من 20 نوفمبر 2009 حتى 16 ديسمبر 2010. 56 فوز على التوالي دون هزيمه. يبقى قلنا ألقاب النادي الأهلي الدولية والقارية والعالمية والمحلية، وقلنا بطولات النادي الأهلي في موسم بالنسبة للناشئين، وبالتوفيق للنادي الأهلي في بطولة أفريقيا إن شاء الله. وادي 20 ميناء دوالة، 23 النادي الأهلي. البطولة الأفريقية في الدور قبل النهائي بصالة عيسى بن نصر بنادي قليبة التونسي بتونس. وادي أحمد صلاح ومحاولة منه مرة تانية. النادي الأهلي بيلعب الكرة والكرة مستمرة، حكم ما صفرش. وادي نقطة من أحمد سعيد والنقطة 24. في كلام كده، الحكم زكريا النمس بيرجع رقم 13 وبيقول له مفيش حاجة أهي أهي. وادي ضربة ساحقة ورايح رقم 13 بيتكلم مع الحكم وانتهى الأمر والقرار خلاص للنقطة للنادي الأهلي. نقطة 24 للنادي الأهلي، 20 ميناء دوالة، نقطة وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء لصالح النادي الأهلي. أحمد سعيد على الإرسال. أحمد سعيد ضربة ساحقة ومحاولة مرة تانية. وادي يلا يا رجالة استقبال مرة تانية. ميناء دوالة لسه بيستمر وعايز. وانتهى الشوط الثالث والنتيجة 25-20 لصالح النادي الأهلي، ويفوز النادي الأهلي ويصعد إلى الدور النهائي. وفاصل ونعود لحضراتكم.